أجوري النوم وحصله وحصل العلم بهجرك النوم. أنا الأبيات معزوة إما إلى الزمخشري وإما إلى الشافعي وإما إلى السبكي. يقول سهري لتلقيح العلوم ألذ لي من لثم غانية وطول عناق. يرى فيه لذة لذة وتمايلي طربا لحل عويصة أحلى وأشهى من مدامة ساقي. وألذ من نقر الفتاة لدفها نقري لألقي الرمل عن أوراقي. لا أبيت سهران الدجا وتبيته نوما وتبغي بعد ذاك لحاقي. مستحيل هذا. أنا أبيت أدرس، أنت تبيت نائما وفي الصباح مستوي، كيف هذا؟ اليزيدي أحد تلاميذ أبي عمرو العلاء البصري الإمام المعروف، دخل يزيدي على شيخه مرة وهو الشيخ يدرس على طلبة، فسمعه يقول شيئا فأنكره، فقال اليزيدي لأبي عمرو العلاء يعني كلاما فيه إنكار لهذا الشيء الذي يقال، يعني ما هذا عشان ما العرب لا تقول كذا أو لا يكون كذا. فقال له أبو عمرو بن علاء نمت وأدلج الناس.